مناسبة اليوم إن شاء الله الافتتاح أول مركز تجاري بالجملة هنا في منطقة شمال المغرب. المركز التجاري بالجملة MCSS Shopping Center فيه 5000 متر كاري مفرق على 4 طوابق أكثر من 100 محل تجاري إن شاء الله. أغلبية المحلات اللي عندنا هنا واخدينهم التجار اللي عندهم معامل هنا في المغرب، وبغينا نسجعوا المنتوج ديال المغرب إن شاء الله باش يتصدر هنا ويتباع هنا في المغرب وخارج المغرب. ميدي ماروكو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ثم ما بعد، أنا سعيد جدا بالحضور مع السي خالد في هذا المركز التجاري للبيع بالجملة وخاص بالملابس. والحاجة اللي كيمتاز بها المركز أو قول هذه الفكرة اللي جا بها السي خالد هو التشجيع على الصنع المحلي أو الصنع الوطني، يعني نبداو نصنعوا الحاجة في البلاد ديالنا حتى مع المدة نبقاو نصدروا هادشي. هذا بقى الانسان يسافر للدول الاوروبيه او غيرها ويجبر المنتوجات ديالنا، والحمد لله كاينه دابا بعض الزيوتات وبعض الاعشاب وبعض الامور اللي كاينه او حتى بعض الملابس اللي كتخرج خارج المغرب، ولكن ديك الشيء قليل. لكن اذا لقى هادشي هذا تشجيع غيمشي بعيد، والانسان غيفرح بهذه المساله هذه باننا حنا الخير ديالنا كيوصل خارج المغرب، وفي نفس الوقت عاو حنا نستافدوا من المنتجات ديالنا هنا ويكون عندنا حنا واحد يد بيضاء في هذا المجال هذا ديال الصناعه المحليه. بصراحه في مستوى عالي اللي غيخلي الناس انهم ما غيتنقلوا شيء من هذه المنطقه وغادي يمشيو يتسوقوا من منطقه اخرى، وهذا الشيء في الفائده ديالنا باش ما يوقعش واحد الضغط على المدينه. المشروع ممكن اننا نباركوا له، هذا استثمار واستثمار مهم، وسيدنا الله ينصرو كيأكد وكيأكد على تشجيع الاستثمار خصوصا العمال المغاربه في الخارج. مشروع متكامل
نتمنى على الله انه يبقى يعني بهذا الشكل اللي هو اليوم في هذا الافتتاح. وانا متيقن لان على حسب اللي سمعت من عند المسؤولين على هذا المشروع بانهم غادي يبذلوا واحد المجهود كبير باش ان شاء الله ما غيكونش هذا هو اول مول ديالهم او اول مركز تجاري، يمكن انه يكون مراكز تجاريه تنعلو ان شاء الله. صنيع بالمغرب، هذا صنيع بالمغرب يعني هو مشروع دوله، مشروع حكومه، يعني خصها تكون عندنا واحد الثقافه حنا كمغاربه باش نستعملوا المنتوج ديالنا، نشريوا المنتوج ديالنا، لان المنتوج ديالنا اصبح اليوم في الاسواق الكبرى والاسواق العالميه. كيف حنا المنتوج ديالنا داخل الوطن ديالنا وداخل بلدنا ما نعطيوش شي قيمه، مع العلم انه يعني الاوروبيين كيعطيوها قيمه. نتمنى الله انه الثقافه ترسخ في الدين ديال المواطنين ديالنا ونعطيو قيمه للمنتوج ديالنا، لان المنتوج ديالنا منتوج كبير فيه بزاف فيه ابداع، فيه كما قلت تبارك الله عليك. شكرا جزيلا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.